تستقبل حديقة الحيوان ومنطقة ثار ميترا هنا زائريها اليوم مجانا بمناسبة العيد القومي لمحافظة الجيزة. وقال المحافظ اللواء كمال أدالي إن حديقة الحيوان من المنشآت المهمة بالمحافظة والتي تمثل عناصر جذب للمواطنين من مختلف الأعمار. وأضاف أدالي أن العيد القومي للمحافظة يوافق ذكرى استشهاد أبناء نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزي في ثورة 1919.